الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا 149,800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم الاثنين 148,500 دينار، مضيفا أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151,000 بينما بلغ أسعار الشراء 149,000. أما في أربيل فإن أسعار البورصة ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر الدولار للبيع 149,450 دينارا، وبلغ سعر الشراء 149,000 دينار لكل 100 دولار. أعلن لبنان رفضه إدخال شحنتين من زيت الهيدروليك العراقي للمرة الثانية خلال شهر واحد لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الإلزامية. وقال معهد البحوث الصناعية اللبنانية إنه تم رفض إدخال ثماني مواد مختلفة من دول مختلفة إلى الأراضي اللبنانية بشكل نهائي لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الإلزامية. هذا ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في شهر تموز عام 2021 لاستيراد 1,000,000 طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة للبنان محملة ب 31,000 طن من هذه المادة في 16 من شهر أيلول في العام الماضي. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال أول شهرين من العام الحالي بلغ 1,700,000,000 دولار. وقالت الهيئة في إحصائية رسمية إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2023 بلغ 1,760,000,000 دولار، موضحة أن حجم الصادرات التركية للعراق خلال شهري كانون الثاني وشباط أكثر من 1,500,000,000 دولار، فيما بلغت صادرات العراق إلى تركيا نحو 162,000,000 دولار. هذا ويستورد العراق معظم حاجاته من السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، إضافة إلى استيراده من الصين التي تعتبر أكبر مصدر للسلع والبضائع في العالم. استمرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بالارتفاع بعد خطط أوبك بلس بخفض المزيد من الإنتاج بالرغم من محاولات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 40 سنتا لتصل إلى 85.33 دولار للبرميل، فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 80.82 دولار للبرميل، وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% بعد أن هزت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا الأسواق بالإعلان عن خطط لخفض أهداف الإنتاج بمقدار 1,160,000 برميل أخرى يومياً. قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كينسل إن المستوردين في الاتحاد الأوروبي سيواجهون صعوبات كبيرة إذا حضرت أمريكا تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت كينسل أن ازدهار النفط الصخري استند جزئيا إلى أسعار الفائدة المنخفضة، أي القروض التي تهدف إلى ضمان تدفق مستمر للأموال. وفي حال حضرت الولايات المتحدة صادرات الغاز الطبيعي المسال لإبقاء الأسعار منخفضة، فسيتعين على كل هؤلاء المستوردين الجدد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صعبة للغاية.
وأضافت الوزيرة السابقة أنه في غياب الفطرة السليمة فإن الأسوأ لم يأتي بعد بالنسبة لبروكسل بحسب وصفها. وقبل الختام جولة حول أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام موجز، دمتم برعاية الله.